في الوقت الذي تسارع فيه دول العالم للانخراط في الحملة الدولية لاعتقال مجرمي الحرب الصهاينة، ينتهج نظام المخزن الصهيوني-مغربي منهجا مغايرا بالقمع والتضييق على بني جلدته ولجم كل الأصوات المعارضة الرافضة للتطبيع الصهيوني والداعمة للقضية الفلسطينية. إسماعيل الغزاوي ناشط مغربي مناهض للتطبيع، حكم عليه نظام المخزن بالسجن لمدة عام ظلما وعدوانا بعد مشاركته في مظاهرات رافضة للتطبيع ومنددة باستقبال سفن تحمل أسلحة حربية موجهة لإبادة الشعب الفلسطيني. إسماعيل الغزاوي واحد الشاب مثل مجموعة من الشباب المغاربة اللي رافضين سياسة التطبيع واللي رافضين ما يقع في فلسطين من إجرام ومن إبادة ومن قتيل إلى آخره. كرامة الشعب المغربي تتمرغ في وحل نظام تدير خيوطه شرذمة من الصهاينة بسياسات تتنافى مع الالتزامات التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، بعد أن حول السجون لمساليخ الإعدام والتعذيب النفسي والجسدي لأصوات الحق من معتقلين سياسيين ومناهضين للتطبيع وغيرهم، ومحتشد للموت البطيء على غرار سجن تازمامارت، النقطة السوداء في تاريخ المخزن الداخل إليه مفقود، يصنف كأبشع سجن ورمز للقمع السياسي. يستخدمه نظام المخزن لتصفية معارضيه داخل زنازين وسراديب مظلمة وضيقة في غفلة من العالم. متلازمة المستبد الحامل لحبل المشنقة تلازم كل حر منتفض أدرك أن معركته ضد الباطل تبدأ من عقر داره مع مرتزقة مخزن اختار الغرق في وحل التطبيع على حساب شعبه.